السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السينابون أو السينامون بطريقة سهلة وبسيطة وبعجينة هشة وقطنية جدا. عملت النهاردة 10 قطع بتكلفة أقل كتير من الجاهزة، مع صوص كمان بتاع السينابون الكريمي وبطعم تحفة. النهاردة بقى يا جماعة هعمل السينابون من غير بيض، تمام؟ عشان في كده حد طلب مني أعمله من غير بيض. معايا ربع كيلو دقيق متعدد الاستخدامات ومنخول، هعمل النهاردة كمية صغيرة، 2 كبار سكر، معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة زبدة أو 2 كبار زبدة حسب ما أنتوا عايزين، 2 كبار زبادي عشان هو مفهوش لبن النهاردة ولا فيه بيض، تمام؟ ومعلقة كبيرة لبن بودر دي اختياري، 2 كبار حليب مجفف لبن بودر ودي اختياري. هبتدي يا جماعة تاني، ربع كيلو دقيق منخول، 2 كبار لبن بودر، 2 كبار زبادي، 2 كبار زبدة، 2 كبار سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 كبار خميرة ومية دافية هعجن بيها أو لبن اللي أنتوا حابينه. هنجيب اول حاجه يا جماعه خالص الدقيق كده معايا اهو في العجان، ممكن طبعا على ايديكم زي ما كل مره بقول، هحط عليه كل حاجه جافه، سكر، لبن بودر، خميره، بيكنج بودر، خميره، دي خميره فوريه نوعها دريم، افضل نوع يا جماعه هو دريم. هقلب كويس تقليبه الاول، الزبادي، والزبدة، سرعته بسيطة جدا، واحط المية الدافية نص المقدار كده واخليه شوية عشان يبقى التحكم معايا. كده يا جماعه جه بعد ما خلصت عجن فيها، عجنتها لمده في العجان لمده 10 دقائق. بصوا بقت عامله ازاي معايا، طريه وبتمط كده معايا، شايفين عامله ازاي من كتر العجن. بايدك بقى بالعجان توصلوا بالعجينه للقوام ده اللي يهمني. دلوقتي بقى هعمل ايه عشان تختبر معايا شويه، حوالي نص ساعه، ونرجع بقى عشان نفردها ونحشيها مع بعض. وبعد يا جماعه ما عدى بس نص ساعه هبدا ان انا دهنت المفرش ده زيت، زيت او دقيق. هحط بقى العجينه كده على خبرت معايا، بصوا اصلا العجينه عامله ازاي، طريه ازاي ومعجونه كويس، كل مكون فيها بصراحه يا جماعه ليه ميزه، يعني ليه لازمه. هبدا بقى كده ان انا افردها على شكل مستطيل. الكميه دي 2 كوباية دول اللي هم ربع كيلو بيعملوا تقريبا حوالي 8 سنابون، 8 10 على حسب الحجم اللي انتم مشكلين بيه. دي بس كده الشكل اللي انا عايزه الاول، بعدين ابدا ان انا افردها بالايه، بالنشابه دي او بفرده العجين دي. بصوا العجينه طريه ازاي ولونها عامل ازاي. الشكل ده كده يا جماعه فردتها كلها، نحاول ان احنا نخليها بشكل يعني ايه منتظم، يعني مثلا مستطيل شكل، مثلا بالطول شكل بالعرض، يبقى شكل متساوي. ده بقى يا جماعه الحشو عشان دي بقى حاجه مهمه جدا، معايا 2 كبار زبده طريه بدرجه حراره المطبخ، لازم ما تكونش سايله عشان اعرف ان اعمل بيها طبقه فوق العجينه. دي نوعها فرن، اي نوع عندكم استخدموه، زبده لورباك، زبده فرن، زبده اي نوع زبده، بس ما تكونش تكون زبده. بصوا عامله ازاي متماسكه، تمام. ومعايا هنا بقى 2 معلقة كبيرة قرفة، عليها 2 كبار سكر، ممكن تحطوا مع الخليط ده 2 معلقة كبيرة كمان من الكاكاو الخام، او تعملوه كده بس، انا بحبه كده بس من غير اضافه كاكاو. حاجه كمان عايز اقولها لكم، القرفه دي طحناها في البيت، كان عندي قرفه عيدان طحنتها في البيت، هوريكم دلوقتي. بصوا طحنت القرفه في البيت عيدان، كانت عندي طحنتها، طعمها والحته بيبقى احلى بكتير من القرفه اللي هي الجاهزه، يعني طعم المطحون في البيت احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره مطحونه جاهزه من عند العطار. خلاص قلبت كويس، هبدأ بقى لازم بإيديكوا ناخد كده الزبدة دي ونفردها بالإيد، مينفعش خالص بفرشة، لازم كده بإيد نفرد ونعمل طبقة فوق العجينة من الزبدة.
بص اعملها كده، سيحها في ايه شويه، وبعدين ابدا ان انا افردها فوق العجينه بتاعتي. الحركه اللي بعملها دلوقتي دي بايدي من جوه، ابدا ان انا اعمل كده، اسيح الزبده وادخلها جوه العجينه. بصوا ازاي كده، لازم بالايد، ما ينفعش بفرشه، اهو بالشكل ده. وبعد ما عملت كده هبدا ان انا احط بقى القرفه، هبدا ان انا اجيب بقى خليط القرفه مع السكر واحط املاها بقى كلها. طبعا ممكن برضه سكر بني او سكر ابيض. تمام، وبعد ما نملاها كلها كده بالقرفه، اللي هو القرفه مع السكر، هبدا ان انا اجيب النشابه اللي عندي دي واضغط بيها على القرفه والسكر بالشكل ده بحيث يثبت ما يخرجش معايا وانا بلفها. شوفوا ازاي اهو، ونيجي مره كمان بالعرض. التكه دي عرفتها من حد بيعمل سابق اسمها ياسر محمد. تمام بقى ان انا الفه. بص لو عايزين الصابون يطلع كمية كبيرة هنلف من العرض، عايزين كمية صغيرة بس في أكتر هنلف بالطول، فاهمين قصدي؟ أنا هلف بالعرض. أول لفة دي لازم إن هي تكون لفة، شايفين أكتر، تكون لفة، ركزوا معايا كويس، تكون لفة يعني جامدة، علشان دي هتبقى قلب قطعة السنابون. يعني بصوا بعمل كده، ده قلب القطعة، فلازم يكون ملفوف جامد ومضغوط عليه جامد. تمام، بعدين بقى إن احنا هنلف عليه بسرعة زي ما احنا بنلف أهو كده. هناك دي نرجع نعيد عليها تاني. بالشكل ده كده لفتها كلها، كل هي يا جماعه كلها. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ الطرف ده لازم ان انا اقفله كده، ما يفتحش في الفرن وانا بخمرها، ممكن يفتح عشان طبعا العجينه فيها بيكنج باودر وفيها خميره، عشان ما يفتحش معايا في الفرن يبقى شكلها مش حلو. لازم نقفل الطرف ده كده كويس قوي كله، وبعدين اروح لفيفه تاني مرجعها زي ما كانت، وابدا ان انا اقطعها. هقطعها بايه؟ هقطعها باي سكينه تكون قويه، سكينه او خيط. ادي السكينه اللي عندي دي سكينه حاميه، يعني احمي حاجه عندي. هبدا كده ان انا اقطع طبعا الحجم اللي انتوا حابينه. انا هعمل كده، شوف بس كده، اول دي مثلا كده قطعة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، قطعة تمانية، هم في اتنين زيادة اللي هم من الجنبين. اقطع بقى، بصوا قطعة واحدة بروح وباجي فيها. بصوا ازاي تاني اهو، بنزل بالعجينة نازلة واحدة اهو كده، بروح قاطع اهو، نازلة واحدة متتبدلش معايا، بروح قاطع نازلة واحدة بروح قاطع. تمام بس كده، هحطها دلوقتي في صاج وتبقى تخمر تاني لمدة نص ساعة أو ساعة أو لحد ما تضاف حجمها، برضه في مكان يكون دافي. أدي شكلها من جوه، ممكن نروح احنا عاملين لها كده ضغطة بسيطة، ممكن لأ، بس تكون مسطحة. وأبدأ إن أنا أعمل كده. في بقى حاجة كمان عرفتها برضه من اللي هو شغال في المحل ده، قال لي ايه؟ قال لي ممكن تحط في الصينية نفسها كريمة خفق، او اللي هي وش الليمون، تحط شوية في قاع الصينية يعني ما بين السينابون كده، بيخليه يبقى طالع اطرب. بصراحة جربت طلع طعمها حلو جدا، فاللي عايز يجرب يجرب يحط في قاع الصينية نص كوباية كريمة خفق او وش اللبن مع معلقتين لبن عادي، نخففه بيهم يعني. يظبط كده في النص في مكانه بالظبط. طيب احنا عايزين الشكل يطلع مظبوط اكتر، يعني يطلع مثلا الواحده مش واخده كيرف كده شويه، نعمل ايه؟ تخيل العجينه انشف سنه، تقللوا شويه الميه اللي في العجينه، تخلوهم مثلا اقل من نص كوبايه شويه، فالعجين بتاعي ينشف سنه فياخد الشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي يا جماعه، عشان يخمر في مكان يكون دافي زي ما قلت لكم لمده نص ساعه او ساعه، او حسب ما تلاقوا الفراغ اللي في النص ده اتملى، اللي هو ما بين كل واحده والتانيه. مكثف محلل الاول، نص كوبايه سكر بودر في الكبه او في الخلاط، نص كوباية لبن بودر اللي هو اللبن المجفف،
حوالي ربع كوباية مية مغلية. المية المغلية هي ربع كوباية، ومعلقة صغيرة من الزبدة أو السمنة. ده كده اللبن المكرمل. جدا ازاي؟ وأقول لكم إن هو طري جدا جدا جدا. تمام. الصوص ده أنا عملته زي ما قلت لكم معاكم، عملته كان عبارة عن لبن مكثف محلى مع كريم شانتيه. هبدأ بقى كده أوزع عليه. لو حابين تخزنوه يا جماعة يتشال في الفريزر أو في التلاجة من غير صوص. ودلوقتي دافي مش بارد قوي ولا ساقع قوي. انا عملت يا جماعه النهارده الكميه دي كلها، عملت 8 وكان في كميه 2 صغيرين. الواحده بره بتتباع ب 40 جنيه. الكميه دي كلها مش مكمله 15 جنيه اساسا، يعني موفر جدا جدا. ده غير كمان ده اطرى وطعمه احلى من بتاع بره. يعني بتاع بره بيبقى بقاله كذا يوم، يعني انا مره اكلته من بره كان بقاله كذا يوم وكان طعمه عامل شبه العيش، لكن ده بيبقى اطرى بكتير. رابط صوص الشوكولاته وصوص الكراميل في اول تعليق مثبت، حابب اتفرج عليهم عشان يزين بيهم يعني. بس بص شكله عامل ازاي، اوضح لكم اكتر. بصوا بصوا عامل ازاي، مظبوط جدا وطعمه. بصوا طري ازاي، ممكن مثلا احط عليه صوص كراميل. ده كده يا جماعه الشكل النهائي ليه. عايز اقول لكم انه كان طعمه حلو جدا وكان هش جدا، ولان العجينه نفسها كانت طريه كان طالع هش جدا وطري. اتمنى تجربوه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.